السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا كما وعدناكم نبذل أقصى ما في جهدنا لتلبية رغباتكم. إذا العديد طلب هندسة بعض الجزيئات بعض التمارين، طبعا نحن في الخدمة. في هذه الحالة هذه نحاول نخدم هذا التمرين هذا كما طرم. إذا التمرين اعطي تمثيل لويس للجزيئات التالية N2 Cl2 O2 H2. تحقق أن كل ذرة تدخل في تكوين كل جزيئة تحقق القاعدة الثنائية أو التمانية. إذا في هذه الحالة أعطونا جزيئات، إذا الجزيئات هنايا ثنائية كما كنلاحظوا. إذا هنايا أعطونا معطيات في الأسفل ديال عدد الذري بالنسبة لكل ذرة، إذا بالنسبة للأزوت 7، بالنسبة للأكسجين 8، الهيدروجين 1، الكلور 17. إذا في هذه الحالة غادي نحاولوا نديروا النموذج الجزيئي، نبداو بثنائي الهيدروجين. إذا غير باش تعرفوا أنني صيفط لكم نفس الجدول اللي شفتوه في جهة ديال الدروس. طبعا هناك من يبتكر عدة طرق، ولكن جميع الطرق في الأخر تؤدي إلى نفس الهدف. هذه الطريقة اللي كنقترحها هي طريقة بسيطة باش تقدر تضبط المفاهيم أكثر. مثلا في هذه الحالة ملي درت هنايا خط مخدش، لأنني في هذه البلاصة غنخدم على الجزيئة الأولى اللي هي ثنائي الهيدروجين. إذا ثنائي الهيدروجين في هذه الحالة هي H2، تتكون من ذرتين من الهيدروجين. كان بإمكاني أنني نخدم ندير غير ذرة هيدروجين وحدة في هذه الحالة بلا ما نكرر دو كولون، ولكن انا درت هكا باش تفهموا اكثر. بمعنى انه كاينه ذره هيدروجين هنا، نديروا لون مغاير. اذا عندنا هنا ذره هيدروجين وذره هيدروجين، كان بامكاني ندير غير وحده بركه لانه نفس الاحداث التي ستحدث لهذا الهيدروجين هو اللي تحدث لهذا، ولكن حنا درنا هكا باش تستافدوا. اذا بالنسبه للتوزيع الالكتروني، اذا حنايا عندنا بالنسبه للهيدروجين العدد الذري ديالو 1. اذا كيفاش غادي تكون كا؟ غادي تكون كا 1، كذلك هذا الهيدروجين غتكون عنده كا 1. مزيان. اذا عدد الكترونات الطبقه الخارجيه، بما ان هذا الهيدروجين هذا اصلا عنده غير الكترون واحد، فبالتالي هو ما شبعش الطبقة ديالو. حنا عارفين أنه تذكير أنه بالنسبة للطبقات الأولى كتكون فيها جوج والثانية 8 وهكذا. إذا في هذه الحالة هذا باقي ما شبعش الطبقة ديالو، إذا بقات ليه واحد على برا. في نهاية المطاف داك واحد هو اللي غتحطو هنايا. إذا عدد الإلكترون الطبقة الخارجية واحد، كذلك نفس الشيء هنا واحد. إذا عدد الإلكترونات الطبقة الخارجية لأقرب غاز خامل لها. إذا هنايا أقرب غاز خامل للهيدروجين هو الهيليوم. إذا كنا شرحنا هذا الأمر، والهيليوم عنده جوج إلكترونات في الطبقة الخارجية، وبالتالي عدد الإلكترونات في هذه الحالة ديال الطبقة الخارجية لأقرب غاز خامل لها هو 2. طبعا راه كاينين بالنسبه للمستوى ديالكم، راه هذا اللي ماشي مطلوب منكم تحفظوا كل شيء الطبقات ديال كل شيء الذرات الخامله. هنايا في الحاله اللي كنتعاملوا معها بزاف هو دوك النيون والارغون والهيليوم، فيعني في نهايه المطاف كتطبقوا القاعده الثنائيه والثمانيه. اللي خصكم تعرفوا اعزائي التلاميذ انه ماشي تقول ان هذا الدرس يقدر يشرح ليا كل شيء الجزيئات اللي في العالم ونفهم اكثر. هذا راه نبذه بسيطه على الناس اللي تخصوا في الشيمياء، غادي يشوفوا روابط من نوع اخر، غادي يشوفوا لي سبين، غادي يشوفوا عده اشياء اخرى. رايت عده اسئله تطرح في اسفل الفيديو، ولكن ما تعتقدش ان هذه القواعد غتشرح لك جزيئات ديال الكون كله كيفاش كيتكون والجزيئات. اذا هادو راه نبذه بسيطه باش تفهم اكثر تلك الجزيئات وتفهمها كيفاش كيتكون الروابط. الناس اللي يتخصوا في الكيمياء حتى الناس اللي يتخصوا في الفيزياء السنه الاولى في الدراسات الجامعيه هذه يشوفوا فقره بسيطه بالنسبه شيمي اورغانيك وشيمي مينيرال، هي اللي غادي تشرح لكم هذه المسائل هذه اكثر. اذا عدد الكترونات في الطبقه الخارجيه لاقرب غاز خامل لها هو 2، كذلك بالنسبه للهيدروجين هو 2. عدد الازواج الرابطه، حسن جدا. اذا عدد الازواج الرابطه، اذا حنا شرحنا هذا الشيء في ديك المره انه قلنا مثلا عندي الهيدروجين في هذه الحاله، عندي الهيدروجين وطبعا نموذج لويس ديال الهيدروجين عنده غير الكترون واحد،
لاحظوا ان نموذج لويس مثلا حنا كنا كنديروا الكترون 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 الكترون، ثم كنعاودوا عاوتاني نديروا واحد واحد، كنسدوا هذوك بجوج جوج جوج، ولكن في هذه الحاله عندي غير واحد، وبالتالي هذا واحد هو اللي كيقدر يكون لي رابطه مزيان. ولكن انايا في هذه الحاله هذه بغيت شي قاعده، والقاعده عطيتها لكم ان نومبر دو ليزون، اذا نومبر دو ليزون، اذا هنايا نومبر دو ليزون شكون اللي كيتذكر فيكم؟ كنظن انكم خصكم تكونوا عارفين هذه المسائل هذه، انها كتساوي بي ناقص ان تي، وطبعا بي هو اثنان و ان تي هو واحد، وبالتالي ان ناقص واحد واحد، لانك ليس كل مره تعطي تبقى ترسم الذره وتشوف عدد الالكترونات اللي كيقدروا يكونوا روابط. اذا نفس الشيء بالنسبه لهنا واحد، اذا عدد الازواج الغير الرابطه، اذا عدد الازواج غير الرابطه عزيزي التلميذ شبهناها بالامر، قلنا انه مثلا تفرط انت والصديق ديالك مثلا باش تشريو مثلا واحد الشيء معين، مثلا بغيتو تشريو مثلا حاسوب في هذه الحاله، مثلا واحد مؤسسه وانتم مشاركين فيها بجوج، طبعا انت كتعطي مثلا 2000 درهم، صديقك كيعطي 2000 درهم، هذاك التشارك بيناتكم كيكون ازواج رابطه، ولكن انا خليت في الجيب ديالي مثلا واحد 3000 درهم ديالتي ما تشاركتش مع صاحبي، هذه هي ازواج غير رابطه. يعني هاد الازواج الغير رابطه طبعا هنا كنشوفوا في هذه الحاله هذه انه ما كاينينش بالنسبه للهيدروجين، ولكن كاينه قاعده. اذا في هذه الحاله نومبر دو ليزون كتساوي ماذا؟ كتساوي ان تي ناقص ان ال على 2. اذا في هذه الحاله عدد الالكترونات الطبقه الخارجيه واحد، عدد الازواج الرابطه واحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر على 2 هو صفر. مزيان، اذا هنايا كنجيو عاوتاني المثال الثاني حتى هو صفر. كنجي كنرسم الجزيئه ديالي، اش كيهمني في الجزيئه ديالي؟ عدد الازواج الرابطه وعدد الازواج الغير الرابطه. اذا باش نديرهم هنايا، ها الهيدروجين كنحطو، هذا الهيدروجين كذلك كنحطو، عدد الازواج الرابطه واحد ها هو، عدد الازواج الرابطه هنا واحد ها هو، طبعا غادي تشاركوه بجوجهم، عدد الازواج غير الرابطه صفر، يعني ما كاينش هنايا دوك الخطوط اللي كيكونوا شايطين في الجوانب ديال الهيدروجين في كلا الحالتين، وهذا هو نموذج لويس بالنسبه لثنائي الهيدروجين. نشوفوا واش الامر كذلك بسيط بالنسبه لثنائي الاكسجين. اذا في هذه الحاله ثنائي الاكسجين هو بهذا الشكل، عدد الازواج انا عارف العدد الذري هو 8، اذا اش كندير؟ كندير ك 2 ال ماذا؟ ال 6، حيت 6 زائد 2 8، عاوتاني ك 2 ال 6. في هذه الحاله عدد الالكترونات الطبقه الخارجيه هي 6 هنا، عدد الالكترونات الطبقه الخارجيه كذلك 6. اذا في هذه الحاله هذه طبعا هذا عنده 6 وهنايا 2، اذا شنو هي الامنيه ديال هذا الاكسجين؟ عنده رغبه انه يولي كبحال النيون. النيون انا عارف ان الزيت ديالو 10 والطبقه الخارجيه ديالو 8، اذا في هذه الحاله هذه طبعا عدد الالكترونات الطبقه الخارجيه ديال هذا الغاز الخامل هو 8، كذلك هنايا اقرب غاز خامل هو 8، نفس هذا كنكرر غير باش تفهموا مزيان. اذا في هذه الحاله هذه الى انتبهنا مزيان وبغيت نمثل انا نموذج لويس، اذا نموذج لويس في هذه الحاله هذه ديال الاكسجين، اذا شنو هو؟ اذا الاكسجين عنده 6 الكترونات في الطبقه الخارجيه، اش كدير؟ كدير هكذا هكذا هكذا، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة، ثم عاوتاني كنعاود واحد وواحد، إذا هاد الجوج كيكونوا زوج زوج، وهنايا كيشيطوا ليا جوج إلكترونات في الجد. إذا هاد الشيء باش تفهموا أن هنايا كيبان ليا في الرسم عدد الأزواج الرابطة واحد اثنان، عدد الأزواج الغير رابطة اللي ديجا كونوا هما روابط هما واحد اثنان. طبعا كما قلت لكم دائما خاصه القاعده، اذا عدد الازواج الرابطه يعني ما تقدرش تقول لي استاذ هاني رسم لك وانت شوف، اذا عدد الازواج الرابطه كما قلنا سابقا، اذا عفوا لقد قمت بمسحها، هي ان ال تساوي بي ناقص ان تي، اذا 8 ناقص 6 هي 2،
وتمانية ناقص ستة هو اثنان. إذا عدد الأزواج غير الرابطة في هذه الحالة بين اللي هي واش جوج، إذا كذلك كاينة القاعدة، إذا النومبغ نو ليزون إيكال إن تي ناقص ماذا ناقص إن إل على اثنان. إذا إن تي في هذه الحالة هي ستة، إن إل هنايا هي جوج، ستة ناقص جوج أربعة إلكترونات، حنا عارفين كل جوج إلكترونات كيكونوا زوج، إذا في هذه الحالة ستة ناقص اثنان أربعة، أربعة مقسومة على اثنان اثنان. إذا وكان جي كنرسم النموذج الأول لثنائي الأكسجين، كنحط الأكسجين ديالي وكنحط الأكسجين ديالي. إذا عدد الأزواج الرابطة جوج جوج، إذا هذا كيعطي زوج زوج وهذا كيعطي زوج زوج، في هذه الحالة جوج روابط. وعدد الأزواج الغير رابطة جوج بالنسبة للأكسجين الأول وجوج بالنسبة للأكسجين الثاني، وكنلقاو هنا هذا الأكسجين حقق اكتفاء ذاتي. لاحظوا واحد جوج ثلاثة أربعة، طبعا خمسة ستة زائد هاد جوج اللي شاركوا معاه هي ثمانية، كذلك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة مع هاد جوج اللي شاركوا هي ثمانية. إذا في هذه الحالة هذه كنشوفوا أن الأكسجين إذا شفتوا طبعا المجسمات في القسم ديالكم غادي تلقاو أنه ملي كتربط أكسجين مع جوج أكسجين كدير جوج خطوطة جوج سلوكة بيناتهم. إذا في هذه الحالة كيكون عندي ثنائي الأكسجين بهذا الشكل هذا. وكنجيو الآن ثنائي الكلور، ثنائي الكلور في هذه الحالة سي إل سي إل. إذا كنتمنى أنكم تكونوا خدمتوا هذه التمارين، ما تنساوش أن النص التمرين كيكون أسفل الفيديو. إذا عنده 17 إلكترون، إذا أش كندير؟ كندير كا اثنان إل ستة إل ثمانية عفوا، ثمانية مع جوج عشرة، أش بقى لي سبعة، إذا إن سبعة، إذا هنايا عاوتاني كا اثنان إل ثمانية وإم سبعة. إذا عدد إلكترونات الطبقة الخارجية بالنسبة لي سبعة وبالنسبة لهذا سبعة. إذا عدد إلكترونات الطبقة الخارجية أقرب غاز خامل له، أقرب غاز خامل له عنده 17 إلكترون، وأقرب غاز خامل له هو الأرغون عنده 18 إلكترون، وطبعا هذا الأرغون عنده في الطبقة الخارجية 8. إذا واحد الذرة اللي عندها في الطبقة الخارجية جوج هو الهيليوم، ودوك جوج 8 8. إذا هنايا 8 8 8. عدد الأزواج الرابطة، إذا عدد الأزواج الرابطة إلا جيت ندير أنا أصلا نموذج لويس ديال الكلور عندو سبعة الإلكترونات، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ندير هنايا واحد جوج ثلاثة. لاحظوا ها زوج ها زوج ها زوج، وعندو هنا واحد الإلكترون شايط بوحدو هو اللي كيكون زوج راه رابط، ولكن بحسب القاعدة فإن نوم دو ليزون كتساوي بي ناقص إن تي. إذا بي هو عدد الإلكترونات الطبقة الخارجية ناقص عدد الالكترون عفوا عدد الالكترون الطبقه الخارجيه لاقرب غاز خامل لها ولا الطبقه المشبعه اللي هي 8، ناقص عدد الطبقات عدد الالكترونات ديال الطبقه الخارجيه، وكتكون عندي 8 ناقص 7 1، وهنا 8 ناقص 7 1. وفي هذه الحاله راه باين انه كيكون زوج رابط واحد. اذا الى جينا لعدد الازواج الغير الرابطه، في هذه الحاله عدد الازواج الغير الرابطه بين هنايا في الشكل واش واحد جوج ثلاثه، ولكن انت خاصك دير القاعده ان تي ناقص ان ال على جوج، ان تي سبعه ناقص ان ال واحد على جوج، سته سبعه ناقص واحد سته، سته على جوج ثلاثه. اذا في هذه الحاله كتحط السي ال ديالك هنايا، كتحط السي ال ديالك هنايا، وفي هذه الحاله كنجيو كنتناقشوا عدد الازواج الرابطه هنا هي واحد، اذا هذا كيعطي واحد وهذا كيعطي واحد، هما كيتصلوا. وعدد الازواج الغير رابطه هنا هي ثلاثة ثلاثة، يعني هذا سيطر لي سيطر لي زوج ديالو وهذا سيطر لي زوج ديالو. اذا هنايا كنحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مع هاد واحد اللي شاركوا ثمانية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مع هاد واحد اللي شاركوا ثمانية. نتمنى انه تكونوا استفدتوا مزيان وفهمتوا هذا التمرين هذا. اذا الى جيت عاوتاني ل ان 2، اذا ان 2 هنايا عندي ان وهنايا عندي ان، اذا في هذه الحاله باش عندي ان وعندي ان اشنو غادي ندير؟ عندي زد عاطينها ليا 7، اذا في هذه الحاله كندير ك 2 ال 5 ثم ك 2 ال 5. إذا في هذه الحالة كا اثنان
N5. إذا عدد إلكترونات الطبقة الخارجية هي 5 وهنايا 5. يعني إلا بغيت ندير نموذج لويس ديال هذا الأزوت باين أنه كندير 1 2 3 4 5. إذا هذا هو نموذج لويس ديال هذا الأزوت. إذا ندير ليه N نسبة إلى اسمه نيتروجين. في هذه الحالة عدد الإلكترونات ديال أقرب غاز خامل له، إذا 5 قريب ليه هو نيون. إذا النيون عنده 8، في هذه الحالة 8 8 عنده 8 طبعا في الطبقة الخارجية، يبقى عدد الإلكترونات ديالو كلهم هي 10. هنايا بغينا عدد الأزواج الرابطة، إذا هنايا عدد الأزواج الرابطة باينة، واش كاينة 1 2 3 هادو بوحديتهم، ولكن أنايا كندير القاعدة طبعا بي ناقص ان تي. إذا 8 ناقص 5 3، 8 ناقص 5 3. ثم عدد الأزواج الغير رابطة باينة واش 1، ولكن القاعدة كتقول لي ان تي ناقص ان ان على 2. كنحتارمو القواعد، 5 ناقص 3 2، جوج مقسومة على جوج هي واحد، كذلك واحد. كنجي كنحط الأزوت هنايا، كنحط الأزوت هنايا، في هذه الحالة عدد الأزواج الرابطة 3، إذا 3 ها هو، يعني هذا كيعطي 3 وهذا كيعطي 3، إذا راه كيتشاركوا طبعا، ماشي كدير 3 شروط مفروقين. وعدد الأزواج الغير رابطة هو 1 1، إذا مثلا واحد شيط هنا وواحد شيط هنا. في هذه الحالة إذا جينا نحسبوا عدد الإلكترونات كنلقاو 1 2 3 4 5 زائد 3 اللي مشروكين 6 7 8، عاوتاني 1 2 3 4 5 مع 3 اللي مشروكين هي 8. إذا نتمنى أنه تكونوا استفدتوا مزيان وفهمتوا هذا الجدول هذا. ننتقل إلى السؤال التالي لنرى كيف نتحقق أن كل ذرة تدخل في تكوين جزيئة تحقق القاعدة الثنائية والثمانية، يعني كيفاش تحقق بواحد الطريقة تكون سليمة وطبعا تاخذ عليها النقطة ديال. إذا أعزائي التلاميذ باش نتحققوا هذه القاعدة الثنائية أو الثمانية محققة، يعني واش داكشي اللي درتي في السؤال الأول صحيح ولا لا؟ إذا هذا الجدول كترسمو كترجع فيه كتلخص فيه المعطيات اللي في الجدول السابق، سميت الجزيئة مثلا هي ثنائي الهيدروجين ثنائي الأكسجين ثنائي الكلور ثنائي الأزوت، الذرات المكونة لكل جزيئة مثلا هنا هيدروجين هنا أكسجين هنا سائل هنا إن. إذا عدد الأزواج الرابطة لكل ضارة، إذا عدد الأزواج الرابطة لكل ضارة وعدد الأزواج غير الرابطة لكل ضارة خديتهم بالجدول السابق وعاود كتبتهم هنايا، بمعنى داكشي اللي خرج في الجدول السابق ملي حققنا القاعدة ديال ان بي طبعا ان ال و ان ال ال، بمعنى هذوك القواعد اللي درنا هنايا فاش حسبنا عدد الأزواج الرابطة والغير الرابطة ستفتهم ورتبتهم في الجدول. واش مفهوم؟ إذا كنجي كنشوف عدد الكترونات الطبقه الخارجيه. اذا هنا بالنسبه لثنائي الهيدروجين انا عارف ان ثنائي الهيدروجين ما عنده حتى زوج غير رابط وكون لي رابطه وحده بهذا الشكل. اذا مع الهيدروجين الاخر، اذا عدد الكترونات الطبقه الخارجيه في هذه الحاله كيكون هو هذا الخط، وطبعا هنايا هذا الخط كنعرف انه يمثل الكترونين، اذا كدير واحد في اثنان طبعا هنا ما عندي والو، اذا يساوي اثنان. فالقاعدة المحققة هي القاعدة الثنائية. نجيو عاوتاني الاكسجين، طبعا الاكسجين ثنائي الاكسجين عرفناه شفناه في الشكل السابق انه كيكون رابطة بهذا الشكل، عنده جوج هنا وعنده جوج غير رابطة بهذا الشكل هذا. إذا طبعا هاد جوج ها هما وجوج غير رابطة هما، حيت حنا قلنا لكل ذرة هنا اثنان اثنان. طبعا كيفاش كنتحقق؟ كندير اثنان في اثنان، لاحظوا واحد جوج واحد جوج زائد ماذا؟ اثنان في اثنان كتساوي 8، وهنا كنقولوا تحققت القاعدة الثمانية. واضح؟ إذا هنايا عاوتاني بالنسبة لثنائي الكلور، حنا شفنا ثنائي الكلور كيكون رابطة مع ثنائي الكلور وكيشيطو ليه 3 بهذا الشكل. إذا أشنو كنديرو؟ كنشدو هاد واحد كنضربوه في جوج زائد 3 في 2 تساوي ماذا؟ تساوي 8، وبالتالي تحققت القاعدة الثمانية. يعني كيف حالي لها كان فيريفي واش فعلا داكشي اللي درت صحيح ولا لا.
ثم في المثال الأخير، إذا هو مثال رأيناه لثنائي الأزوت، إذا ثنائي الأزوت كيكون ثلاثة الروابط مع ثنائي الأزوت، وكنظن كتشيط وحدة. نعم هي هذه. إذا في هذه الحالة ثلاثة، لاحظوا كل زوج فيه إلكترونين، ثلاثة في اثنان زائد ماذا؟ زائد واحد في اثنان، إذا كتساوي لي ثمانية. إذا القاعدة الثمانية. إذا نتمنى أعزائي التلاميذ أنكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين، هذا أنه يعطيكم لمحة كبيرة تقدروا تسيطروا على بالنسبة للجزيئات أنكم ديروا فيها نموذج لويس. إذا نموذج السائل هدرتو في الفقرة ديالكم، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.